تعال نستنى. لا بص بص النقل ده، خلي بالك من المراية. انا اوديك بقى شوارع النهارده. الشوارع ده هتجيب معاك من الاخر اكتر من الاول. الشوارع بقى بتاعت ايه بقى؟ بتاعت تكاتك، الزحمه اكتر من كده، الناس اللي بتعدي كده. في تكاتك يعني مش شمال ولا يمين؟ خلينا لا هننزل كده على طول مع الطريق. سبوتك كده عشان القضيب ده، بس 70 عشان ده بيبقى جامد قوي على العفشه بتاعت العربي. طبعا احنا عارفين ان انت مستواك 100 100 يعني، بس احنا ايه يعني بنطمن عليك اكتر، فاهم؟ وانا هنت ربنا يستر. برافو. بيعجبني فيك ايه؟ ما انا عايز اجيب العربيه برضه ناشفه، فاهم يعني ايه؟ بص بقى النور دي، دوس فرامل سنه كده هتلاقي العربيه بتمشي معاك احسن. برافو. تعالى بقى يمين ودي سن البنزين كده. خش ببطء كده هتجيبك، فاهم؟ برافو. بس ايه؟ مفيش حاجة. الله ينور. محدش يجي يقول لك ايه؟ يلا كمل كده بقى على طول. جوه؟ جوه. موضوع كده. انت بتتكلم جد؟ بس شغال يعني. كويس. انا خاف على العربيه بس. هنستنى؟ لا ما تخافش، سيب فرامي. حصه دي احنا ممكن نسميها حصه السوق. بص انا حصه السوق صح؟ حصه السوق والله تبقى احلى. اقول لك على حاجه، سيب فرامي، خليها هي حصه السوق. انا في السوق فعلا، دي حقيقه. انت بتهزر. يلا كم بجد؟ بجد والله. خد شمال شوية جدع. ده الفينش ده الجيم ده ليفل الوحش. احنا هنا بنمشي برجلين. ما بنعرفش اصلا نمشي برجلين. بص ده في حد. ايه ده؟ حد جاي؟ انا على فكره عارف. تعالى بقى يمين كده. انا عارف المكان ده. ما بجد والله. انا ساعات باجي على رجلي. خش بقى الشارع اللي جاي شمال. ولا اقول لك كمل كمل على طول. طيب كمل احسن. الشارع ده طلعنا بره على، بس هنا كان هيبقى احلى. انت شفت الشاهين اللي راكنه على الشمال دي؟ خش مكانها كده. ام قلبك ابيض؟ قلب ابيض. قلبها جامد بقى مش ابيض. قلبك جامد بقى عشان كده بسالك، عشان لو حصل حاجه. لا ابيض وجامد. لا عشان اسامحك اسامحك. ايوه وين؟ انا في الناحيه الثانيه. ايوه ده بس رنو حلو بطه. بص عايزك تشرح للناس انا بعمل ايه، يعني انت بتعمل ايه في الاماكن دي؟ انا بعمل ايه في الاماكن دي؟ لما بتحس مثلا ان انت في ناس بتقعد تسالنا عن موضوع الابعاد، احنا اشتغلنا عليه ازاي؟ وصلته لك ازاي؟ بص هو اولا اول قاعده ان الشارع هنا مفيش، كله عشوائي، مفيش حاجه يمين وشمال. يعني استناه كده كويس. اي حاجه بص اي حاجه انا عايز احس بابعاد العربيه لازم اخش فيها سريع ولا بطيء؟ لا لازم اخش بطيء. بالظبط كده. بطيء. دي اهم تركايه لازم ايه الواحد اي شخص لسه بادئ يكون ايه فاهمها صح؟ تمام مظبوط. تعال نستنى. لا بص بص النقل ده. لازم اقف. بص هرجع له بقى اجيب اور. هرجع له خطوه بس. سيب فرامل. تعال حضن هنا على القريب، قرب هنا على الرصيف بالظبط، اكسر اكتر. تعالى تعالى دوس سنه كمان. جدع جدع بس ما بايبرلاش. بالظبط. برافو برافو. هايل. اكسر كمان شمال 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 بقى بالدركسيون شمال. بص لم وش العربيه بالدركسيون شمال. اكسر تاني. شو تاني بس. اوف بقى هو يعدي معايا. هدي دي. خلي بالك من المرايه. اكسر. سيب فرامل سيب فرامل سيب فرامل سيب فرامل. سيبها 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 عشان تمشي معاك بس. اكسر شمال بقى. احنا نطلع الرصيف. لا 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 بجد برافو. هذا الرجل برافو. كلام هنا بالسنت يا جماعه.
كلام هنا والله عظيم في الصمت والله عظيم. شكرا. يلا خد شمال سنة. بالظبط. عايزين نفهم الناس بس ان احنا الفكره في ايه، ان كل ما يكون مستواك كويس او لا احنا ممكن نعمل حاجات اكتر بكتير ما انت تتخيل. يعني احنا مش موضوع خوف على العربيه بس قد ما احنا بنطمن على الشخص اللي بيجي لنا، فاهم؟ اقول لك على حاجه، هو كان ايه اكتر حاجه بتقلقني انا قلت لك عليها؟ الزحمه والابعاد الزحمه والابعاد، وان انا امشي في مكان عربيات بتيجي من يميني وشمالي، ولما تقابل تكاتك بقى، لما قابل تكاتك والكلام ده. فدي اصعب حاجه هتقابلك، ان انت ما تخش منطقه زحمه. تمام. منطقه فيها يعني زي تكاتك او عربيات ميكروباص او ناس ماشيه على رجليها زي السوق كده، دي اكتر حاجه هتقابلك هتخليك تتوتر، حتى الناس مش هتصبر عليك لو انت مش فاهم.